السلام عليكم. طبعا نفس الشيء، كمبرسر اشتغل والوحدة ما تشتغل. حرك مروحة، لازما تحرك المروحة. مشي حالنا شوي، دوري يصير عندنا مشكلة. بند، شوف بند زين، ما في فايدة، المروحة ما تشتغل. تلاحظون تريد تشتغل ما تشتغل، الحين بتشتغل زين. راح افتح الغطاء، طبعا الحين الضغط راح ياخذ له تقريبا في حدود 10 دقائق لغاية ما يشتغل. طبعا ممكن يكون مكثف زين او المحرك ضعيف. راح يكون محرك حار. راح ابند الجهاز وبدل المروحة. بس انا اقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد اخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا راح نبدل المروحة، صراحة عندي مروحة ثانية، هذه راح ابدلها. المروحة هذه التالفة، تلاحظون المروحة تريد تشتغل ما تريد تشتغل، المحرك من داخل تقريبا تالف. راح ابند الجهاز من الاسفل، راح نبدل المروحة ان شاء الله. الوحدة تعمل دون تبريد، الافضل اثناء العمل افصل وخبر الجماعة انهم ما يركبون الفيشة، وايضا اذا كان في قاطع الافضل انك تفصل القاطع الرئيسي. ايضا تأكد من عدم وجود الكهرباء زين، الفولت 0. خذ لك صورة قبل ما تخلع الاسلاك. طبعا هذا سلك كهرباء المروحة زين، وهذا الستارت المروحة زين، وهذا ايضا الرن مروحة، وهذا المكثف مال المروحة، وهذا الارضي ايضا راح نخلعه. طبعا هذا لنكي، راح ياخذ قياس 4. راح تطلع الريشة هذه، ممكن راح تكون صعب شوي زين، تحتاج ممكن رش W40، لكن ان شاء الله راح تطلع. هذه الأربع براغي أيضا، هذه راح تفكها.
بوكس ممكن 8. عندك هذول 2 زين، راح تسويهم او تعدلهم بشكل مستقيم اساس انها تطلع معاك المروحة. هذا قاعدة راح تطلع، مروحة حارة صراحة، ممكن المشكلة داخل المروحة عشان كذا ما تشتغل او تعمل تلف بشكل سليم. طبعا هذا الموديل واط 240 220 240، ما اعتقد انه مكتوب مكثف. زين هذا المكثف، طبعا حارة الحين، طبعا هذه القاعدة الرئيسية، هذه المروحة القديمة راح تشيل منها، هذه الربلة راح تركبها في الجديدة، وأيضا شوف الربلة هذه موجودة هني ما نحتاجها، الحين راح نرجعها هذه مروحة جديدة. طبعا راح الأسلاك تكون في الأسفل زين، في الخلف ايضا راح نفحص المكثف زين، راح تفحصها على هذا واحد من هذ الاثنين على وضعية المكثف طبعا. أنا 2.1 وراح أشوف أو أخذ القراءة للمكثف كم الساعة ماله. اثنين فاصلة ثلاثة جيد، 2.1 جيد، ممكن نبدله أيضا. هذا مكثف جديد، إذا راح ناخذ قراءته 2.3 أفضل، راح نستخدمه لنفس النوع، هذا يعطينا قراءة أفضل صراحة 2.3. إذا ما تعرف الأسلاك مثل ما قلنا خذ لك صورة زين أساس إنك ترجع الأسلاك على نفس الشكل القديم أو التوصيل القديم. الحين راح نرجع المروحة أو الريشة طبعا، يجب الانتباه لها السطح زين، لأنه راح تركب فيه البرغي هذا. راح نرش شوي فقط W40 على العمود هذا، راح نرشها من داخل توصلها لغاية ما توقف على الخط، جيب اللنكي تشد عليه تشد على الخفيف راح نشغل الجهاز، وأيضا راح أقيس أمبير بدل الأقلاع على الضغط وأيضا الامبير أثناء عمل الضغط. بسم الله،
طبعا هذا موديل الضاغط بستن وايضا مواصفاته. راح تاخذ تقريبا 3 دقائق. هذا طبعا اذا كان الضاغط بارد زين راح تشتغل ان شاء الله، لكن اذا حار ممكن راح يطول عمل الضاغط. ممكن تشتغل المروحة بروحها بدون الضاغط لان الضاغط راح يكون حار، زين يحتاج ان يبرد زين لغاية ما يشتغل، لان يكون عندك الاوفرلود فاصل. اشتغل امور طيبة، اخذ 77 زين امبير اثناء العمل. حاليا 17 راح ينزل. لغاية ما يبرد راح نعاود تقيسه ان شاء الله بعد شوي. الحين برد الضغط راح نعاود ناخذ قراءة الامبير. زين نحتاج ان شكل الغطاء أساس يتم تصريف بشكل سليم. برودة جيدة طبعا. حاليا الامبير على سلك الكومن بالضغط معطينا 12.2، امبير جيد المفروض يكون 12.8، ولكن هذا امبير جيد ايضا. ممكن يكون عندنا شوي نقص غاز، لكن مو بضرورة صراحة، فرق ممكن نص امبير. الامور طيبة، ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى متعلم مع جمال. اذا اعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابدال الاعجاب وايضا نشره. ما احبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. Allah.